أحبوه حتى جاء أحدهم إليه يفكر فيما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي ومن ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يجبه صلى الله عليه وسلم، ليتنزل الجواب قرآنًا يُتلى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. ويقول صلى الله عليه وسلم لربيعة الأسلمي: سل شيئًا يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: ما هو إلا ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. كان الناس يسألون ما يملأ بطونهم ويواري جلودهم مما هم فيه، أما المحب فلا يريد إلا مرافقة حبيبه في الدنيا والآخرة. وبعد عام من وفاته صلى الله عليه وسلم، بعد عام يقف أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف من عام الأول. ثم استعبر أبو بكر وبكى، ثم قال أخرى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يملك أن خنقته العبرة فبكى. ثم قال ثالثة: فخنقته العبرة فبكى. ثم قال: لا يسمع صوته من نشيجه. قال صلى الله عليه وسلم: لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فسألوا الله العافية. نسأل الله العافية. أما سعد بن الربيع فهو في آخر رمق، يجده زيد بين القتلى، وإذا به يقول: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له إني لأجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيكم شفر يطرف. خلع صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلي، فألقوا نعالهم وراءه، فسألهم: لم فعلتم ذلك؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. فأخبرهم أن جبريل أتاه فأخبره أن فيها قذرا. يقول يوما: وابن رواحة قادم إلى المسجد يريد الدخول، اجلسوا عباد الله، أو كما قال، فيجلس ابن رواحة خارج المسجد ما وسعه إلا الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لعمر ويقول: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها ورأتنا بكت، فقال لها أبو بكر: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء بموته صلى الله عليه وسلم. ثم انفجرت تبكي رضي الله عنها، فهيجتهم على البكاء، فجعلا يبكيان معها: إيه يا أم أيمن، كيف لا يحبونه وقد أخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه. فكان لهم قائدا ومربيا وأبرا ورسولا نبيا وسراجا منيرا، ولن يؤمن أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله وولده وأهله ونفسه والناس أجمعين.